اوكي مرحبا، كيف حالكم؟ اهلا وسهلا فيكم في قناتنا سوبر لينكس، قناة المحترفين. بهذا الفيديو نحن راح نتحدث عن شو هو الكومبايلر المفروض اختاره انا لما برمج بلغة سي بلس بلس. طبعا في كثير كومبايلرز، الصفحة اللي قدامنا هي من مرجع سي بلس بلس. اوكي، يعني بتعرف كل لغة برمجة لها المرجع تبعها والدوال تبعونا والهدرات تبعونا، من عندي اعرف انا التوثيق تبعهم. فهاي واحد من المواقع اللي بفيدك في هذا الموضوع. في موقع تاني هو هذا، تمام، C++.com كمان. بس هذا صاير اكتر الموقع، اكتر شوي احترافي، اكتر بتحسه هيك اكتر فايت في التفاصيل تبع سي بلس بلس، مع انه كلاهما اوكي بيعطوك يعني الداله مع تمرين. عنا مثال راح اعطيك من هون، مثلا خلينا ناخذ عن الفكتور. اوكي، هي بيعطيك عن الفكتور وكل الدوال المرتبطه معها. تنزل مثلا على الدوال اللي لها، مثلا خلينا نعمل شو اسمه، نسيت شو اسمه، وين التليفون، في دوال له طعمين. اوكي، مثلا فانكشن انسيرت بلوكس الطريقه، وبيعطيك امثله على استعمال فانكشن انسيرت هون تبع التابع للفكتور. تمام، فكتور يعني لستة مفتوحة، من الآخر لستة مفتوحة بتعمل فيها كيفك بعكس الأري العادية. أوكي، محددة مسبقا. طيب هلا مش هدفنا نحكي نشرح الفكتورز، احنا هدفنا بهذا الفيديو كيف نختار الكومبايلر المناسب. لأن هلا أنواع الكومبايلرز الموجودة حاليا والمعروف متعارف عليها هن مذكورين بهذا العمود اللي هون، أو بهالسطر، قصدي بحكي بهالسطر. رح أعمل له زوم صفحة عشان تنشاف هي اسمعهم. طبعا انفيديا ان في سي سي هذا مخصوص لما بدك تعمل كودا كومبايليشن، يعني بدك تعمل انت تستخدم سي بلس بلس مع كرت الشاشه، وكمان نفس الشيء هذا. تمام، في تبع شركه كراي للسوبر كمبيوترز. اوكي، هذا تبع شركه امبركاديرو اللي هن عم بيركزوا هالايام على تطوير دلفي وباسكال. في الكومبايلر اللي جاي من اوراكل، و هلا صن سلاش اوراكل على اساس انه كان زمان صن تشتغل على الموضوع واوراكل بيستلم الموضوع. هلا في تبع اي بي ام، شركه اي بي ام، في تبع انتل عندهم واحد. الانتل عندهم كمان مكتب بيعطوك اياه بالسي بلس بلس بسموها بارلل اكس اي، بتعطيك لها علاقه في انك كيف تسخر السي بي يو الانتل زي ما هن مقررين، يعني عرفت كيف؟ فبت في موضوع التوازي يعني. هذا ما بعرفه كثير صراحه، ما راح اكذب عليكم. الابل سي لانك اللي هو بيجمع الاكس كود، اوكي، محرر او الاي دي اي تبع البرمجه الاكس كود. عندك الام في سي تبع مايكروسوفت، عندك السي لانج، اوكي، يمكن هو النسخه المفتوحه المصدر، تمام، تبع الابل، ما بعرف والله، بس في السي لانج. اوكي، وفي عندنا الجنوسي كومبايلر اللي بيجمع لينكس، احنا عم نستخدم هون لينكس حاليا واحنا مسجل يعني. تمام، هلا بنرجع. هلا بنلاحظ هون عم بيحكي انه صرنا نحن بهاي الصفحه، وراح اعمل لها الرابط تبعها بالوصف الفيديو اكيد يعني، ووصف هذا الموقع. تمام، اوكي، وباختصار اذا بدك توصل لهم بس اكتب سي بلس بلس ريفرنس، يعني هيك شوف كيف تكتب سي بلس بلس ريفرنس. اوكي، وبتوصل للصفحه اللي بدك اياها. ماشي، بتوصل لهاي سي بلس بلس دوت كوم والسي بي بي ريفرنس نفس الوقت. اوكي، ماشي. هلا بنلاحظ انه صرنا نحن، هلا احنا بسنه ال 21 ف 2021، فصرنا عم نحكي ب بدنا ندخل بالسي بلس بلس معيار تبع بعد سنتين بيكون صار نزل خلص مسكر مبكل، يعني شو انه هذا ماخذ اوكي وتصريح، اوكي وترخيص، يعني اذا بدك تطلع هيك كانك اخذت ترخيص خلص، يعني الشغلات صار نازل سي بلس بلس وعدم الرجوع عنها يعني. اوكي، هلا شو اللي بيصير هون؟ هن سي بلس بلس يعني ك المجمع تبع سي بلس بلس، كيف عندنا في مجمع للغه العربيه وفي مجمع للناس، مجمع اللغه الفرنسيه بفرنسا، اوكي، اللي بيهتموا بشو في اللغات وبينزل القاموس وانه هي كلمه فرنسيه ولا مش فرنسيه وتطوير على اللغه، اوكي، لانه كمان صار في تغييرات في اللغه الفرنسيه كمان يعني. نحن العربي لا، نحن كثير كثير تقليديين، مش غلط، اوكي،
كتير أصولية في الموضوع، فما بنقبل أي شيء ينزل هيك بسهولة يعني. يعتبر من اللغة العربية. فنفس الشيء في السي بلس بلس، بدك بحاجة لهذا الشيء. اوكي، كل سنة او سنتين عم بيزيدوا بالضبط باللغة وبحطوا عليها كلمات، وفي اشياء في اشياء بتنزل في المكتب المعيارية الرئيسية تبع سي بلس بلس. يعني مثلا لما بنحكي عن الهدر اللي اسمه فاكتور، اوكي، يعني على المثال مثلا هون طلع كيف، وين الهدر، طلع الانسيرت عفوا. اوكي، كل هذا الدوال على جانب تبعون سي تبعون ال الفكتور، هذا الفكتور. في وحده ثانيه شبهها كمان، ليست من نوع ثاني اسمها ليست، اوكي، هذا ثاني. فشاف كيف هو بالكود هون ببلش، خلينا نعمل زوم شوي، بلش هون يطلع يحط هذا اسمه فكتور عشان يصير بلش يستعمل ليست، اوكي، ويصير يستعمل كل هالحكي مشان يعرف ليست ويصير يلعب عليها ويشيل ويحط فيها. اوكي، طيب هلا ال وين نقول ايه، المكتبة المعيارية بتحتوي، او الستاند تمبلت بتحتوي على الهدرز اللي هن تبعون مثل الفاكتور. يعني في عندك كتير مثلهم، اوكي، هي شايفون الكونتينرات اكثر شيء. يعني انت بتقعد تبرمج بالاريز ولا شو انت كمبتدئ، اوكي، بس احنا المحترفين لا، بنستخدم الهدرات الموجودة دغري، اوكي، هو هيك صح، تمام. عشان بداية وضيع وقت بقصة انه اتعلم سي بلس بلس باستعمال الاشياء الأولية، يعني اوكي، من الصفر هيك كلها بوينترز وكلها شو اسمه واتريتورز وهيك بنشتغل. طيب هلا ف اللي بيصير عندك هون انه المعايير كل فترة وفترة بنزاد منها كلمات زيادة تنزل على اللغة، وبنفس الوقت بتنزل شايف هلا كور لانجوج فيتشرز، يعني هدول كلمات زيادة تنزل على اللغة. في عندك زيادة هدول اللي هم مثلا عم بتحدث عن شو اسمه literal suffix، يعني في كلمة مكتوبة بتكون suffix مش prefix، هاي suffix يعني ملحقة مش لاحقة، هاي مش مسبقة، اوكي، مش سابقة. يعني مثلا انت بتقول له بالانجليزي يعني كيف بدي اقول بتقول مثلا essential وفي substantial وهيك كلمات مثل sub و pre و هول مسبقين، اوكي، بس لما تقول مثلا previously اللي هاي بالانجليزي معناها suffix اللي بتجي من ورا، اوكي، مش بتجي مثل كلمة pre مسبق، اوكي، يعني اوكي. فهي شايفين كمان المكتبة بصير بينزل عليها شغلات جديدة، اوكي، وهاي التكنيكال سبيسيفيكيشن بيبر تبع رقم الوثيقة اللي بتحكي عن المواصفة المعينة هاي، تمام، وين بينزلوا كلهم، تمام، بأي مكتبة من مكتبات سي بلس بلس، اوكي، بكل طريقة. هلا اللي احنا عليه حاليا اللي هو فيك تلتزم فيه لأنه 23 لسه بعده، اوكي، بس لاحظوا انه السي بالنسبة للجنوسي كومبايلر يا جماعة جنو بسبع كل شيء، اوكي، نحن في عندك سبورت دائما دول بيطلع من سي بلس بلس 11، اوكي، من سي بلس بلس 11 14 17 20، اوكي، وهلا عم تحكي 23 او 2 بي، يعني هذا لسه بيتا اذا بدك تعتبره بالنسبه للغه، لسه بعده تجريبي. بس هي نحن اذا بنطلع حاليا اللي هو اللي مستوي، يعني عرفت كيف تاكل انت التفاح مستوي، شوف المستوي عندنا، اوكي، او الطبخة المستوية هون، شوف وين الطبخ كيف مستوي، طلع هون بالكلمة تشوف اخضر يعني شو اسمه نازل ومخبوز على الاخر. هون بارشل مش معمول كليا، تمام، حاطط نجوم شو الشغلات الموجودة اللي مش موجودة، ولكن الاحمر بالمرة مش مستعمل، اوكي، مش نازلين اطلاقا في هذا الكومبايلر، تمام. فلاحظ كيف، اوكي، وبالاخص خاصة انت لما تستعمل لا مش هجوم على مايكروسوفت، بس انا عم اقول لكم دائما الاساتذة اللي بيقولوا لكم انه استعمل الكومبايلر تبع مايكروسوفت، لا بكون بضحك عليك، لانه بعده ما بيعطيك الاشياء الجديدة. يعني بقول للطلاب المبتدئين، اوكي، ما بيعطيك الاشياء الجديدة باللغة، تمام، انت طبعا كمبتدئ ما مش بهمك التفاصيل هاي لقدام، اوكي، لانه لساك بعدك ما بتعرف، فهمتني كيف، بس حتلاحظ انه مدى الدعم للسي بلس بلس حتلاحظوه قديش دائما اضعف، اوكي، من قبل مايكروسوفت، اوكي. لاحظ احنا بسي بلس بلس 20 يعني بتحكي ستاندرد هون، اذا بدك تعرف شو الجنوسي شو اسمه بدك تعرف مايكروسوفت حتى هن على الكومبايلر تبعهم،
لاحظ هون بس افتح صفحة مايكروسوفت نفسها، اوكي هي بالدوكيومنتيشن تاعتهم بتلاحظ انه هي بتفتح انت هون بتكبس على الاصدارات، في عندك من 15 17 19. اذا اخذنا اخر شيء طبعا بتفتح هاي الصفحة تبعت كيف تحدد الستاندرد اوكي بالكومبايلر تبع مايكروسوفت. طبعا انا عندي لينكس ما بدي اشغلهم هون حاليا احنا نسجل، فهاي الكلمات هي اللي بتحطها تحدد انت المعيار اللي بدك اياه. اخر شيء قال لك الليتست، وهي اذا بتقرا الليتست اوكي هي يوز وين فشايف هون سي بلس اس 20 بدك تحط انت شو اس دي ليتست اوكي عشان تستعملهم. هن الموجودين ال 19 هن اللي بحطوه هلا بكون منزلين لبعدين اساس من سي بلس اس 20. بس انت اللي بقول لك اياه ما حدا طلع من موضوع انه بعيد بكرر مش هجوم، بس عم فهمك قديش ما الدعم. عشان هيك بقول لك لازم دائما انا بركز كثير على انك تستعمل جنوسي كومبايلر اذا بدك اكثر اوكي وتفول السي بلس بلس كله، عرفت شو؟ على الرغم من النقصان، عرفت شو؟ على الرغم من النقصان لان رح تلاحظ مدى النقصان اوكي. هلا شايف كيف في عندك هون هيدي ما بعرف شو هلا انا كمان مش رح نكذب يعني احنا هون في عندنا ال في عنا هاي الشغلات اللي حاطينها هون في منهم انا سما ما بعرف شو في هون اوكي. بس لاحظ مدى الدعم يعني انت شوف احنا بننزل اوكي اذا بتعد كم شغله صفراء من الجنوسي كومبايلر في مقابل المايكروسوفت كومبايلر حتلاقيهم شو يعني عندك هاي وحده صفراء هون اوكي على الرغم من اهميه انا مشان هيك مهمه شغله الاهميه الشغل المش مدعوم اوكي حتى لو مش بالكامل اوكي. وهي اثنين طلع هون عندك بالام في سي مايكروسوفت فيجوال ستوديو كومبايلر لاحظوا هنا واحدة اثنين ثلاثة اوكي شايف انزل 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 هون عندك اثنين. عشان هيك بقول لك انا دائما 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 بنصح الشباب دائما يستعملوا الجنوسي كومبايلر دعم فيه اكثر من اي نوع دعم اوكي. سيلان كمان تقريبا مشابه يعني تمام ماشي اوكي. وين احنا عم نحكي عن سي بلس اس 20 يعني صرنا على يعني صرنا هلا عم يحكوا بال 23 بس احنا بنقول لك شو انه يعني نسبيا صرت على ال يعني انت على الاخر مطرح ما استوت الامور لسه هلا جديد ليجي جديد عرفت شو بال 23 لسه عم نحسبه شويه بيتا. بس حتى لو هيك تلاحظ انه شو اوكي يعني يعني دائما بتحس انه شايف الاشياء جديده لسه مش نازله كليا اوكي. وفي دعم بس على الكومبايلر هون على المكتبه وخلاص اوكي. فلا تضلك انت حاسس بتلاحظ انه جماعه جنو اوكي بيسبقوا وضلوا سباقين، فعشان هيك لازم تستعمل انت الكومبايلر تبع جنو لو شو ما كان تمام. وهذا من المرجع مش من عندي يعني، اذا بدك انت ارجع واقرا وشوف تفاصيل اكثر مني لانه مش حابب تدور هلا عليهم هلا بدون وقت هذول شرح طويل بصير. بس الفكرة لما بدك تشرح لك كثير كل واحدة بدك تشرح شو معناها وشو أهميتها وهذا عرفت كيف. بس احنا القصة مش بس على العدد، القصة انه بتلاحظ من اللون الأخضر المحطوط قديش جماعة جنو بيشتغلوا أكثر على وبيتابعوا الجنو سي كومبايلر بيتابعوا الكومبايلر تبع سي أكثر من أي حدا ثاني أوكي بناء على المكتوب السي في بي رفرنس أوكي. فأنا مشان هيك بقولكم بالآخر بس استعمل جنو سي كومبايلر لشو ما كان تمام، هو أفضل كومبايلر لحد الله تمام. وكونه مفتوح المصدر هذا الشيء اكيد هو بيساعد انه يصير المشروع يتطور بسرعه اوكي، طبعا اسرع من شركه مايكروسوفت اكيد تمام. عشان هيك دائما انصحكم دائما شباب الاوبن سورس عشان صارت التطور اوكي. وهذا كل شيء هلا ان شاء الله من بعد هاي الحصه اوكي، وهذا رح يضمه على المزايا الجديده تبعيت شو اسمه الكومبايلر تبع او مزايا مزايا جديده تبعت سي بلس بلس راح نبلش فيها من الصفحه هاي اوكي. هذا في شاب هون على الانترنت بالجيت هاب تبعته شو اسمه منزل كل المزايا الجديده شايف من سي بلس بلس 11 لل 20 هلا لسه 23 ليجي هلا واحد حينزلهم اوكي. بس هلا اللي بدي اقوله انه كيف فيك تعمل كمان هاي عشان نسينا نحكيها هاي كيف لينا نعمل هاي بالجنوسي كومبايلر اوكي. هلا راح افرجيكم كيف الفرق بالاصدارات كمان يا بيفرق معاك. هيدي قبل ما افوت لها المفروض انا اشيلها بس احنا محتاجينها يعني.
اذا بتعمل مان جي بلس بلس بيكون قصدك مان جي بلس بلس مانيوال على اللينكس تبع الجي بلس بلس الكومبايلر تبع الاصداره 4.9. اوكي فهون اذا نعمل هيك ونعمل شرطه ميلي، لك بالضبط الشرطه الميلي هيك بنطلع لفوق مكتوب او بتعبيها، يعني بتكتب ناقص اس دي دي بتضلك تعيدها الناقص الشرطه الميلي عفوا لا تنزل عن صفحه الاس دي دي او مطرح مكتوب اس دي دي مطرح ما تطلع هيك هيك على جنب زي ما محطوطة هون. تمام، هلا لما بننزل نحن تحت بتلاحظ انه القيم اللي ممكن تعبيها هي ستاندرات التاليه، فانت بتنزل على الاخر على الاخر على الاخر. اوكي بتلاحظ حالك شو اكثر شيء التاريخ اللي نازلين فيه السنه، فبتلاقي هون شو اوكي يعني بتحكي اكثر شيء شايف بحكي لك بسي بلس بلس 11. اوكي ماشي، هلا وانت عم تقرا بتلاحظ اكثر شيء التاريخ السنه اللي اكثر شيء واصلين له. اوكي هلا هون شايف هاي بيحكيك هاد شايف كان مخطط لعنده ال 14، هلا بس سنة ال 14. اوكي لما بنحكي عن المان جي بلس بلس 8 تمام، ايه بتلاحظ هون شوف ايه بنعمل نفس الحركة نكبس اس تي دي بضل ندور على الاس تي دي لحتى تنزل على جنب على اليسار. اوكي وبننزل كمان تحت تحت نشوف شو القيم ممكن تعبيها، لانه انت لازم تعبي تكتب على سطر الاوامر تكتب شيء زي هيك شيء بدك تكتب على سطر الاوامر جي بلس بلس اوكي حط ماينس اس تي دي ومثلا بتساوي والله سي بلس بلس 11 تكتب هيك اوكي وبعدين بتحط اسم الفايل تبعك بتعمل له كومبايل سي مثلا ماي ماي كود دوت سي بي بي وبعدين بتقول له ماينس او على سطر الاوامر مش هون مش بالطرفيه مش بالطرفيه المانيوال زي ما احنا بنشتغل بس عشان بدي اكتب انا وبتقول له ماينس او مثلا حط له الفايل تبعك اسمه ماي كود بدك تطلع نتيجه الملف التنفيذي بدك تسميه هيك انت حر ما تسميه الملف اللي بدك اياه ماي كود دوت اي اكس اي. اوكي هلا بلينكس الاي اكس اي مش ضروريه او انزلت يونكس بس انك تطلع ملف تنفيذي باسم اللي بدك اياه بويندوز بتفرق. هلا القصد ويندوز تفرع عشان نظام بواجهه رسوميه فبدي يميز الملف عن الثاني مين البرنامج اللي راح يفتحه. هلا بال فنحن هيك بنصير بنعمر اوكي بدك تحط ال 17 بصير تحط هون 17 تمام هيك شو هلا لما تطلع احنا هون روح هيك انزل لتحت تنزل لتحت تحت 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 ال سي بلس بلس 8 شو اسمه ايه يعني الجنوسي كومبايلر 8 الاصدار الثامنه تنزل هلا احنا صرنا بالعاشرة لعلمكم يعني تمام انا عندي العاشر بس مش نازل الدوكيومنتيشن تبعته هلا بكون كيف تنزله حسب توزيعتك يعني فهون شايف هي اس دي 14 ما كانتش موجودة حسب كيف بتنزل بعدين هي 17 صرنا هي 2A هو المخطط لل 20 تمام هلا اذا انت خلينا نجرب بس للعشرة اشوف اذا عملنا العشرة ما في مش نازله مش معمول لها بس المانيوال المانيوال تبع العشرة كان زاد لك الاعدادات تبعت ال 20 اوكي هيك بتصير هلا اذا بنفتح احنا الصفحه هاي اوكي هاي من صفحه الجنو تمام ومحطوط انه شو المعايير اللي واصلين له اوكي وشو الدعم مين هو الكومبايلر بالاصدار الفلانيه يعني من الكومبايلر تبع جنو اللي بيدعم لك مثلا 23 تمام اوكي ف شو اسمه فعندنا انا حطيت سي بلس بلس 11 على اساس انه بدي امشي فيهم حبه حبه بحسب لاحقا لما نشرح هدول الدروس فبطلع عندك هون ال 11 اوكي بيعطيك شو الاصداره اوكي بقول لك الستاتس تبع او حاله 4.8 انا عندي 4.9 لعلمكم اوكي فبتنزل هون هيك وهي بقول لك شو المدعوم فيها تمام بالكومبايلر الاصدار هاي طبعا عند اصدار العاشرة فيني العب لعب بال شو اسمه بالكومبايلر اوكي وبقول لك هون وين كان هي جي جي بلس جي سي سي جي جنوسي كومبايلر تبع اختصارا جنوسي كومبايلر اوكي 4.81 كان اول فيتشر كومبليت امبلمنتيشن يعني تنفيذ بمزايا كاملة للمعيار تبع سنة شو اسمه 2011 تمام فلما بتطلع انت عند ال 23
بدها يكون او خلينا ناخذ العشرين، نزل العشرين. اوكي شايف سي بلس بلس 20 ار 20 ار افيلبل سينس جي سي سي 8، فالمزايا تبعون الكومبايلر على ستاندرد 20 2020 اوكي نازلين بالاصدار 8 اوكي. وبقول لك زيد هاي اوكي بس لسه دي بصير تستعملها اوكي او بتستعمل هاي بالكومبايلر تبع التاسع اوكي وبعدين لامر الجي بلس بلس تبعها اوكي او بتصير تزيد الجنو اكستنشنز اوكي بتستعمل طريقه جنو بالكومبايليشن شيء اوكي. المهم هيك بتصير انت بتستعمل اشياء جديده ب سي بلس بلس عن طريق الخيار اس دي وهيك بنقول لكم انه كيف تختار الكومبايلر السليم تبعك وهذا كل شيء تمام او المناسب للمشروع تمام. والسلام باي. رجاء الاشتراك بالقناه واخبار رفقاتكم عن هاي السلسله. سلام باي.